ونحط العلامة تحت العلامة ونبتدي ايه نجمع 7 زائد 0 7 0 زائد 3 3 0 زائد 4 0 زائد 4 4 ونزل العلامة زي ما هي 9 زائد 4 13 3 ومعايا الواحد 1 و8 9 9 1 10 نحط كل ده 0 ومعايا الواحد 1 و2 3 ومفيش حاجة تحتها ينزل زي ايه ما هو. طيب هنا بيقول لي 12.78% ناقص 3.5 من 10. ايه ده؟ لازم اول حاجة اتأكد ان انا اساوي الاجزاء. ازاي؟ هبص على الرقم اللي قبل العلامة. هنا كم رقم؟ رقم ايه؟ هنا كم رقم؟ رقم 1. يبقى ازود ايه؟ 0 واحطهم تحت بعض واتأكد ان انا ببدأ منين؟ من اليمين. بكتب من اليمين واحط العلامة تحت العلامة واقرأ 8 ناقص 0 ب8 7 ناقص 5 ب2 وقابلت العلامة نزلها زي ما هي 2 ناقص 3 مينفعش الاتنين تبقى ايه 12 وده 0 12 ناقص 3 9. دلوقتي عندي 78 على 10. ازاي نسمع العشرة او 100 او 1000؟ عايز اسمع العشرة او 100 او 1000. احنا قلنا قبل كده حاجة زي دي. ازاي 78 على 10؟ فاكرين كنا بنقول ايه على 10؟ يعني في العشرة فيها 0 و1 يبقى العلامة بعد كام رقم؟ رقم 1. طيب هكتب ازاي؟ هكتب الرقم 78 زي ما هي وبعد الايد اليمين الصفر العشرة فيها كام؟ 0 0 1. بعد رقم 1 واحط العلامة. طب هنا عندي 289 على 100. هكتب 289 زي ما هي على 100. ال 100 فيها كام؟ 0 0. يبقى احط العلامة بعد رقمين اعد من ايدي الايه؟ اليمين 1 2 واحط الايه؟ العلامة. طب عندي 4257 على 1000. اعمل ايه؟ هكتب ال 4257 زي ما هي على 1000. ال 1000 بكام؟ 0. 3 اصفار. يبقى احط العلامة بعد 3 ارقام. طب اعد من ايه؟ اعد من ايدي اليمين 1 2 3 واحط الايه؟ العلامة. طيب انا هنا عندي 7280 على 100. اكتبها زي ما هي. اكتب الرقم زي ما هو على 100. ال 100 فيها كام؟ 0. 0. يبقى احط العلامه بعد رقمين من اليمين. بعد من ايدي اليمين 1 2 واحط الايه؟ العلامه. على فكره في حد يقول لي ايه؟ يمس الصفر يمين العلامه ملوش ايه؟ قيمه. يبقى نشيله ملوش لازمة. فاكرين لو انا مثلا عندي 3 وحطيت 0 هي 3 كنا بنقول ايه؟ نشيل الصفر ملوش لازمة. هنا برضو الصفر يمين العلامة ملوش ايه؟ لازمة ملوش قيمة. طيب هعمل ايه؟ هكتب الرقم زي ما هو على 1000. يعني العلامة بعد كام رقم؟ بعد 3 ارقام. اعد من ايد اليمين 1 2 3 واحط العلامة. طيب اتفقنا ان الاصفار يمين العلامة ملهاش ايه؟ قيمة. يبقى انا ممكن اشيل الصفرين ايه؟ دول. يبقى 9.8 من 10 بس. طيب لو انا عندي 250 على 10، 250 على 10 هكتب ال 250 زي ما هي على 10. يعني ايه؟ يعني العلامة بعد رقم 1. بعد من ايدي الايه؟ اليمين اهو 1 واحط العلامة. ايه ده؟ يا مس انا اتفقت ان العلامة لو بعدها اصفار ملهاش لازمة. يعني أنا ممكن أشيل الإيه؟ العلامة خالص. بيقولي 450 قرشة بيساوي كام جنيه؟ إحنا عارفين إن الإيه؟ إن 1 جنيه بيساوي كام قرش؟ 100 قرشة. طب إحنا عايزين نحول من إيه؟ من قرش لجنيه. فكأنه
لو انا عايزه احول من صغير لكبير بقسم، يعني ايه؟ هقول 450 على الكام؟ على 100. اسمع، 100 ليه؟ عشان الجنيه في 100 ايه؟ قرش. لما اجي اقسم على 100 هعمل ايه؟ هكتب الايه؟ ال 540 زي ما هي، وهحط العلامه بعد كام رقم؟ رقمين، عشان 100 فيها صفرين. اعمل ايه؟ اعد من ايدي اليمين، 1 2. واتفقنا لو في صفر يمين العلامه هنا كده اشيله، يبقى كام؟ 4.5 جنيه. طيب هنا بيقول لي ايه؟ مسألة كلامية، بيقول لي مع مازن 35 جنيها، فإذا اشترى كرة بمبلغ 9.75 جنيه، وكتابة ثمنه 840 قرشا. هنا بالجنيه وهنا بالايه؟ بالقرش. لازم اخليهم، لازم اخلي الوحدات زي بعض، يعني لو هنا جنيه هنا جنيه، هنا 100، هنا قرش، هنا ايه؟ قرش. طيب هنعمل ايه؟ لازم احول ده. هو انا عارفه ان الجنيه في كام قرش؟ بيساوي 100 قرش. طب انا عايزه احول 840 قرش، عايز اشوفهم كام جنيه؟ بيساوي كام جنيه؟ هعمل ايه؟ هقسم على 100 زي ما اتفقنا. يعني ايه اقسم على 100؟ هكتب الرقم زي ما هو واحط العلامه بعد رقمين، اعد من ايدي اليمين 1 2 واحط العلامه. الصفر يمين العلامه ملوش ايه؟ قيمه. يبقى 8.4. انا حولت 8.4 جنيها، مش انا قسمت على 100، يبقى انا حولت من قرش لايه؟ لجنيه. ليه حولت من قرش لجنيه؟ عشان ده جنيه ده جنيه، لازم يبقى ده ايه؟ جنيه، عشان اعرف اجمعهم مع بعض. طيب بيقول لي ايه؟ ليه هجمعهم؟ هو بيقول لي مازن معاه 35 جنيه واشترى الكره بمبلغ 9.75 جنيه، والكتابه ثمنه، خلاص بقى انا هشطب على ده، انا مش عايز ده بالقرش، وهحطه بالايه؟ بالجنيه، ب8.4. بيقول لي كم يتبقى معاه؟ طب نشوف هو ايه؟ دفع كام؟ ماشي؟ ما دفعه مازن، نعمل ايه؟ عايزين نشوف دفع كام؟ يبقى نجمع ايه؟ اللي دفعه للكتب 9.75% زائد ايه؟ ماليش دعوه بالقرش، انا شطبت عليها، انا عايزه الايه؟ بالجنيه. 8 وايه؟ 8.4. بنجمع ازاي؟ بناخدها على جنب، نعمل مسودة. أول حاجة لازم أساوي إيه؟ أساوي الأجزاء. طب يا مس، هنا كام رقم بعد العلامة؟ قبل العلامة رقمين، هنا كام رقم؟ رقم 1، يبقى نزود إيه؟ 0، ونكتب من إيدي اليمين. ونجمعهم 5 و0 5، 7 و4 11، واحد، ومعايا الواحد. قابلت العلامة نزلها زي ما هي، 1 و9 10 10 و8 18، يبقى اللي دفعه مازن 18.15% جنيها، منساش التمييز. طيب هو عاوز ايه بقى؟ هو عايز ان يتبقى معاه، هو في الاول كان معاه كام؟ كان معاه 35 جنيه، احنا عايزين نشوف اتبقى معاه كام؟ يبقى نطرح، اتبقى يعني اطرح ما تبقى معه بيساوي، اطرح ايه؟ اطرح 200 معاه كله، 200 معاه كله كام؟ 35 ناقص اللي هو دفعه كام؟ 18.15%. نعمل ايه؟ نعمل مسودة ونطرحهم. بس قبل ما اعمل المسودة اخد بالي كويس قوي من الاجزاء. ايه ده يا ميس؟ ده هنا مفيش علامة اصلا، يبقى نحط العلامة ونعمل ايه؟ نبص هنا في كام رقم قبل العلامة؟ رقمين، يبقى هنا هزود كام؟ 0، وهنكتب من ايدي ايه؟ اليمين. ونبتدي نطرح،
صفر ناقص خمسة ما ينفعش، صفر نستلف من جنبها ما ينفعش، تبقى دي 10 ودي 9 دي كام؟ 4. 10 ناقص 5 5، 9 ناقص 1 8. قابلت العلامة نزلها زي ما هي، 4 ناقص 8 ما ينفعش، دي تبقى 2 ودي تبقى كام؟ 14. 14 ناقص 8 كام؟ 6. تمام؟ طيب بعدين 2 ناقص 1 1، يبقى تتبقى معاك كام؟ 16 و 85 من 100 جنيه، ما حدش ينسى التمييز.